يقول السائل: ما حكم استعمال الجوال في المسجد؟ لا ينبغي استعماله في المسجد للصوت الذي فيه وإزعاج الناس، تشويش على الإنسان. أيضا صاحب الجوال لو اتصل الجوال وهو يصلي شوش عليه، فإذا أراد أنه يدخل المسجد يغلق الجوال، فإذا احتاجه وهو داخل المسجد يفتحه ويكلم، ثم إذا خلص يغلقه، ما يخليه مفتوح ثم يصير له صوت ويزعج الناس ويشوش على صاحبه ويشوش على الناس. نعم.